السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اهلا بيكم معانا في قناتنا، يا رب تعجبكم. لأول ما شفنا، انا اسمي شيماء ومصرية عايشة في كندا، وبعمل لكم كده حبة فيديوهات تسوق على الحياة كده في كندا، دي لعبة التسوق بتاعتي. فلو عجبكم المحتوى بتاعنا يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. النهارده انا في تويزر اس عشان اوريكم الحاجات اللي فيها التعليميه بقى، مش اللعب يعني، فيها حاجات تعليميه جميله جدا واكتيفيتي وحاجات زي كده. فنبدا بقى من اول هنا بقى، في ايه حاجات اللي هو الاستكشاف بقى، حاجات الفضاء، حاجات الساينس، الكذا الكلام دوت. بحب اجيب للعيال حاجات من دهيت، يعني مثلا زي دهيت انا جبتها لهم قبل كده، دي جميلة يعني، يقعدوا بقى يعملوا دوائر كهربية وكده، يطلع صوت، يحرك البتاع دهية المروحة، يعمل نور كده يعني. فدي ساعات في أحجام منها كتير، دهية في منها أكبر وفي منها أصغر، وبيختلف السعر بقى. فدي حاجة حلوة قوي. دي حاجة بقى يكون البلورات دهية. دي حاجة عن الفضاء والسولار سيستم، المجموعة الشمسية دي ب30. دي بتاعت رايان، ملناش دعوة، بس يعني حاجات تجارب علمية بقى، تحط المواد على بعضيها. وحطت لك العدة اهي ب30 برضك، ثمنها حلو. دي برضك عن الفضاء، حاجات برضك، وبيعمل لك المجموعات اللي هي الأقمار دهيت. بص كله دي ب44، دي تعمل براكين وتعمل حاجات، فتجارب بتبقى حلوة يعني. بتبقى بص دي حاجة 3D، يعمل لك المجموعة الشمسية ب45. دي برضك علوم، ده هنا بيعملوا زي ايه، حل الغاز وحاجات زي كده. كل دول هنا ب45. ده برضو شايفين الاشكال، دي برضك عجباني. دي برضك تجارب علمية، برضك يعملوا البلورات ويخلي البطانة يحولها لكهرباء، فحاجات حلوة برضك. دي ب40. حاجات بقى السنين بتختلف يعني، ده حاجة لإيه، للعيال الصغيرين شوية، 4 سنين وكده. بصوا دي برضو، دي تركيب بقى تعمل أكنه روبوت وحاجات زي كده، روبوتات دهيت برضو. بصوا الطيارة الدرون دهيت، هو يركبها ويحركها، جميلة برضو. شوفها المكان ده كله، دي يعني مش تعليم قوي، بس بتعمل اشكال هندسيه. تعالوا نشوف بقيه الحاجه. الحاجه الجديده بقى اللي عملوها دلوقتي كمان الركن بتاع الكتب ده، فظيع عجبني يعني. بقت مكتبه، اهو بصوا حتى حاطين قاعده هنا، مكتبه تقعد تقرا كتب بقى لكل السنين، لكل الاعمار. اهو حطيت لك الاعمار فوق اهو، كتب جميله، يقعدوا يقروا ومنها ممكن ياخدوا يعني، تشتري كتب وتقرا كمان وانت قاعد، لكنها مكتبة وفي نفس الوقت ايه، مكان للعب. بصوا والاسعار بتاعتها ايه، مثلا دهيت ب9 يعني، هتلاقي الاسعار بقى مختلفة. نيجي بقى للركن هنا، دي الكرة الارضية، المجسم بتاع الكرة الارضية شايفينه، ده ب60. وهنا في الميكروسكوبات والحاجات دهيت، كنت مرة عاوزة اشوفهم من على امازون، وبعدين رجعت في كلامي يعني، ما مش عارفة هشتريها لهم في يوم من الايام ان شاء الله، بس بالذات انس بس يكبر شوية عشان ما يبوظهاش ليهم. ففي اسعار مختلفة ليها اهي، الميكروسكوب فيه فوق اهو. تجيبوا بقى اي حاجة في البيت وتخليهم يقعدوا ايه، يدرسوها بقى من جوه اهو. دي في 125، في انواع مختلفة بقى اهو. شوفوا ده ايه، ده بقى ده بيكون الأحجار ولا بيشوف ايه، مش عارف، هو بيعمل حاجة في الأحجار اهو. برضك ده ميكروسكوب، بص الميكروسكوب ناشونال جيوغرافيك اهو، ده ميكروسكوب حقيقي يعني، ده يستخدموه حقيقي ب130. بص ده بقى الاتنين مع بعض، ميكروسكوب وتلسكوب، فحلوين اوي. بص الحاجات، بص الشنطة نفسها عاملة ازاي، شايفين 130. دي برضك عشان يكون الأحجار الكريمة دهيت، شايفين الحاجات، لا تعليم تعليم يعني، ده كأنه بيعمل حفريات للحيتان والديناصورات، دول السلايم. كل ده برضك، بص دي
فحاجات حلوة، حاجات حلوة يعني. لا كده هنا جينا برضك، دي حاجات الخشب بتاعت الأطفال دي، بص أكنه القمر شايفينه، ده ب40. دي الحاجات التعليمية بقى بتاعت الأطفال الصغيرين، الحاجات الخشب دي ساعة ب17 اهو. طبعا ما ننساش الشطرنج والألعاب دي اللي بتشغل برضك الدماغ شوية. بص دي بتاعت شطرنج قد ايه، ب62. في دي مجمعة بص فيها كذا حاجة، معقولة دي ب40؟ دي فيها كل الألعاب اللي انت شايفينها دهيت ب40. جميل. وطبعا الركن بقى بتاع التلوين والكلام ده هوت، كل الألوان، أنواع الألوان، المية والألوان الفلوماستر والصلصال والكلام ده كله. بصوا العلبة دي، شايفين العلبة دي جميلة أوي، فيها كل حاجة، وفيها كمان ورق للتلوين نفسه والجلو. بص دي انواع مختلفة بقى من دول، في اللي بريحة، في من غير ريحة، في ريش، في دهيت عشان يلبسوها عشان ما يوسخوش نفسيهم، $8. بص اشكال، بص شكل القلم ده جميل، عجبني اه الالوان دي. دي الالوان المية، بص علب كبيرة، وفي العلب دي كنت بجيب لهم العلب الصغيرة دي حلوة، لا كان دي المتوسطة دي حلو. وطبعا الركن ده ممكن تلاقيه برضك في دولاراما، بس هنا الحاجات الكواليتي بتاعتها احسن شويه. دي بيعملوا الالوان بنفسهم، بيحطوا اللونين يعني 3 الالوان الاساسيه دول اللي موجودين معاك، وتعمل بقى الالوان، تطلع الالوان دي. كانت عندهم قبل كده، ممكن احط لكم الرابط بتاع بس مش النوع ده، كان نوع تاني، هحط لكم الرابط بتاع الفيديو، وكنا عملناها على القناه. كنت زمان بعمل لهم بقى حاجات على القناه كده، اكتيفيتي وحاجات قبل ما اعمل بقى التسوق بره كده. في حاجات هنا بازل، حاجات بقى برضه هنا يعني تعتبر مش يعني العاب جماعيه وفي نفس الوقت حلوه، دي ملناش دعوه بيها. دي الالعاب برضه اهو، السلم والتعبان والحاجات دي، دي مجمعه حلوه برضه 40، بيقول لك 365 جيم، معقوله افرضي بس؟ دي جميله دي، سلم والتعبان. وكل دول الالعاب برضه الجماعيه، بيقول لك هنا للكبار، هنا للصغيرين، هنا للعيله، ومنبولي والكلام ده كله، مونوبولي. في ايه تاني هنا؟ الحاجات بقى اللي هي الايه، تقعد تعمل برضك الاكتيفيتي، الحاجات زي كده دهيت ال اعمال يدويه يعني، انشطه يدويه. بصوا حاجات منها للبنات، حاجات للولاد. دي الشنطه نفسها يلونوا عليها، شايفين شكلها ب27. دي انا جايباهم برضك للعيال، بس جبتها من امازون، بيتلون بالمية عشان ما يوسخوش الدنيا. دي تلون بالمية، دي بكام دي؟ ب22. دولت بتعمل بيهم اشكال وتمشي عليها البتاع ده هوت، المكوى باين، بيتلزقوا مع بعض كده. حاجات برضك اهو تلوين، عايزة تعمل اكتيفيتي. وبصوا الشنطة دي برضك، شنطة الالوان دي، شنطة قماش جميلة اوي، 36. بصوا اللاب ده كمان ب70، ومسمينها المعمل يعني. بصوا دي حاجات للفضاء برضك، بكام دي؟ ب40. دي ب50. ده تعمل صاروخ ب26. حاجات حلوة، ده كأنه دكتور. بصوا دكتور حيوانات، دي تكملة بقى بتاعت برضك الأطفال الصغيرين، دي الحروف ب15، خشب، الحاجات الخشب بقى للأطفال الصغيرين. جميل. بصوا حاجة زي البيت دهوت، ازاي يفتح الباب، ازاي يقفل، مش عارفة ايه، كذا نوع. بصوا ب60، دي أكنه كاشير. بصوا حلو أوي ب40، دي يركب ويعمل، كلها خشب، ب40 برضه. جميلة، حاجات جميلة والله، أنا اللي عاوز ألعب بيهم. بصوا كل ده للسن الأصغر شوية. وبرضك ما ننساش دول البازل برضك في التعليم، يبقى لعبه وتعليم برضك، فانواع كتير من البازل. في حاجات 3D زي دي، بصوا دي حاجه فظيعه ب31، كان عندهم العيال حاجه كذا حاجه زي كده، بس يتكونوا يقعدوا شويه ويكسروا الحمد لله، او يعني يبوظوهم، بالذات انس بقى الصغير. بص دي، بص فيها كام قد ايه، دي 700 قطعه ب15. فالحاجات دي عاوزه ايه، يبقى واحد ليه
يعني كبير شوية، ويحطها بقى في حتة ويحتفظ بيها. بص دي بتاع سيمسون 1000 قطعة ب20. بص دي برضك عجباني قوي، بص فيها كذا لوحة، دي ب25 برضك. حاجات 3D بقى، بس اللي هو ايه بارزة كده، مش 3D يعني مكونها على بعض، لا زي دي كده. بص ب15 برضك حاجة 3D زي دي، عجباني قوي دي، عليها تخفيض كمان منزلينها ب5. حاجات للسن الصغير زي دي، بيبقى عدد الحاجات اللي فيها قليل يعني. بص دي فيها 4 لوح وكلهم 48 قطعة بس، 13 حاجة تيمسون دهوت. حاجة هنا بادك بازل بس في اللين للسن الصغير خالص. بص دول أشكالهم عاملة ازاي، دي للكبار أكيد. جميل، بص 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 الأشكال. أنا شفتها دي في كوسكو بادك تهيألي. بص دي بادك 3D بقى، يعمل الكرة الأرضية. وبص برضك دي برضك حاجات تعليمية 50، ده السبورة خشب دي. وفي هنا دهيت عشان يلونوا برضك للتلوين كترابيزة، ومعاها الألوان والتلوين كله. بصوا دي ب45. في حاجات برضك للأكتيفيتي أكنهم بيعملوا الفخار، شايفين دي فخار وألوان كمان، يعني لعبتين في بعض. التلوين دهيت اللي بيقعد يلف كده ويعمل لك ايه أشكال بالألوان اللي انت حطيتها، ب50. دي عاملة حاجات زي بتاعة التاتو كده. برضك حاجات جميلة، ده بالخشب يبني حاجات زي كده ب55. أظن أنا كده يعني شفت كل الحاجات التعليمية اللي هنا، وأكتر حاجة عجباني طبعا الكتب اللي هنا دهيت، عملوها ركن جديد. وكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا إن شاء الله. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة، باي باي.